السلام عليكم. تبتدي أحداثنا بالجمس الأسود واللي جوة هذا الجمس اللي هو خوينا ممادو وواحد من أبطال القصة واللي هو دوم. طيب دوم عنده دحمل علامة استفهام وين رايحين في ذا المكان المظلم؟ ليكون هذا البن آدم بيخطفني. لا لا يا حبيبي لا تخاف أبدا ما حسوي لك حاجة. ياهو طب ليش اشتغلت موسيقى مرعبة؟ أبشر ما طلبت حاجة خلوا له إياها موسيقى رومانسية. مو أنت تحب تقرأ منهوات رومانسية؟ خلينا لك كذا الجو رومانسي كله لعون الولد الرئيس الرجال. لا لا الوضع مره مو مطمن. شوف والله لو تسوي اي حاجه ترى اهلي حجوا السنه هذه. ادق على الوالده الحين دعوه واحده منها خلي السياره تتجه الى الطريق المنحدره. الاتجاه نحو الطريق المنحدره. خلاص انه حلال اسفين لا تدق على امك ولا اهلك ولا اي حاجه. خلاص رجع الوضع زي اول. خلاص كذا ارتحت. وبعد مسافه طويله ووصلوا للوجهه حقتهم واللي هي كده عبارة عن منطقة منعزلة. وفجأة في هذه المنطقة المنعزلة وفي المكان اللي هم وقفوا عشان يدخلوا عنده سمعوا صوت صياح رجال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مش هذا الصوت. شوف صلى على النبي الكريم وماذا وإحنا مسلمين ونخاف الله وأنا متأكد أن أنت حجيت عشان كده أنت حالك زيرو. فاستهدي بالله يا أخي ما يجوز هذا الكلام. إيش تقول؟ ما يجوز هذا الكلام ها؟ وهذا البنت إيش اسمها هذه اللي من أول قاعد تتخرفن عليها؟ الحين نزل عليك الإيمان ها؟ لا يا عمي هذيك أيام زمان أيام ما كنت في ضلال العظيم. الحين خلاص توب ما صدت حق الأمور هذه يا رجال. بالله ممكن أشوف الجوال؟ هذه أمي عشان تعرف كيف إحنا مرة صار إيماننا قوي فبكرة عشان السحور دحب نتسحر إشبك أنت؟ لا لا يا عمي بس انا قاري اسم يومي وشايف صورة البنت اللي من اول متخرفن عليها يعني ما تعدلت ها. دحين حندخلك جوا ونرجلك. بعدها نشوف ممادو وهو يفتح الباب ونشوف بعدها وجه دوم وهو يشع من الاشياء اللي موجودة جوة الغرفة. هذا غير انه اول ما فتح الباب حق الغرفة قاعد تطلع ريحة بول كلاب على قول دوم. وبعد ما فتحت هذه الغرفة الغريبة نشوف جميع اعضاء العصابة حقت ابو دوم. ايه ده المجتمع ده وهم كذا قاعدين يتلقوا تدريبات جدا عالية وقوية. حقيقي هذا المكان على قول ممادو هو مكان عالم الرجال. بعدها ممادو قال لي كلمة للعصابة حقت ابو دوم انهم لا يعاملوا دوم معاملة خاصة زي ما يعاملوا ابوه. ايوه هذا البني ادم نهائيا ما تعاملوا اي معاملة خاصة خلوكم جلفين معاه. بعدها دوم قال للعصابة خلاص انا برجع البيت يلا سلام عليكم عاد انتوا كملوا تدربوا وانت كل صحن البيك يلا سلام عليكم. بعدها دوم وهو كده على باب الخروج يجيله كده واحد عند الباب يقول له وين رايح يا حبيب؟ هو دخول الحمام زي خروج ولا ايه؟ لا لا يا عم انا ما احتاج اكون رجال انا خلاص الحمد لله رجال من يومي. لا لا هذه النغمة عشان امي تعرف كيف لازم ندلع الام يا اخي. لا والله انت يبغى لك تربية من اول جديد ها بالله شغلوني موسيقى علوم المرجلة خليها الرجل ام واضح. وزي ما انتم شايفين تنهال صيحات الرجال كلهم اللي في عالم الرجال واللي موجود عند هذه الغرفة. وبعدها مباشرة تنقلنا الاحداث عند المستشفى تحديدا عند شخصية مينو. بعدها نشوف مينو وهو في كمية يأس جدا عالية بانه خلاص يعني من اول قاعد يسوي تدريبات ولحد الان يعني ما مشي لدرجة انه مينو بدأ يحس انه الدكاترة قاعدين يكذبوا عليه بانه هم قاعدين يحطوا له امل لكن نهائيا ما في امل. فقام مينو قال للدكتور ابن الحلال اعطيني اياها على البلاطة هل انا حامشي ولا حاجلس مستقعد اتفرج كذا اليوتيوب عزيز يا ليل وخلاص هذا كذا حتكون حياتي القوة السوفيتية. فقام الدكتور قاعد يطمن مينو من ناحية انه في حالات مرة كثيرة مماثلة لك والحمد لله خلاص صاروا يمشوا والوضع جدا يعني عادي خاصة انه انت لك معاملة خاصة عكس الناس اللي غيرك. انت اللي مدربك توني ستارك بشحمه ولحمه كذا بدل ما ياخذ اجازة من الافنجرز قام قال خلينا ادرب مينو شخصيا على اساس يمشي. وبعد ما الدكتور طلع قاعد انه يشوف مينو لسه مو مقتنع بالكلام حق الدكتور وقاعد يكلم صاحبه وقاعد يقول له بالله شوف انت مقتنع بالكلام اللي قال لك اياه يا اخي انا احسه كذاب. فقام صاحبه قال له يا ابن الحلال ليش يقعد يكذب عليك الدكتور يعني اذا بيديك اياها انه عندك كذا حيديك اياها على البلاطه. فقام قال له على العموم انت دحين هدى اعصابك وان شاء الله حترجع تمشي خليني دحين اروح اجيب لك كذا كاسه اندومي واجيك. وبعد ما كذا صاحبه طلع نشوف انه هو كذا كان كابح وماسك حزن شديد على صاحبه مينو. وبعد كذا ما مسك حزنه مباشره راح يجيب له اكوام الاندومي لكنه فاجئ بشخصيه انقطع ظهورها والحمد لله دحين تجي واللي هي الشخصية الكتكوتة هانسول. ان شاء الله يكون نطق اسمها صح ونشوف انه هي خلاص الحمد لله بصحة جدا كويسة والحمد لله تخلصت من مرضها بعد كمية من الكفاح اللي هي كانت تعاني منه. بصراحة عندي فيديو مرة حزني ان شاء الله برسل لكم اياه كده في البايو تحت تشوفوه مرة هذا الفيديو حزني على هذا الشخصية وهي كيف قاعد تناضل وتكافح
بانه هي قاعد يعني على المرض حقها. وبعدها وزي ما انتم شايفين شخصيه هانزل وهي كذا طايره من الفرحه عن شخصيه مينو بانه خلاص الحمد لله العمليه نجحت والحمد لله انا دحين سليمه واقدر دحين اروح المدرسه على اساس اقابل لي اصحاب برا كثير. بعدها زي ما انتم شايفين الاب والام حق شخصيه هانزل وهم مره قاعدين يشكروا شخصيه مينو على الوقفه اللي هو وقفها مع بنتهم، بأن انت لو تلاحظوا بنتهم كانت مره وحيده وما كان عندها اي احد، وكان مينو دائما يقعد يواسيها ويجلس معاها ويتكلم معاها، لدرجه انه كمان قبل العمليه يعني بيكي مره بكى شديد بانه هي تنجح العمليه وانه هي تكافح وتناضل على اساس انه تنجح العمليه عشان نقود الدراجه مع بعض. انا متاكد البعض قاعد يقول ايش هذه قوه الصداقه لكن غير مباشره، بانه هو ما شاء الله لما مسك يدها خلاص هي كذا نجحت العمليه. لا فعليا وهذا الشيء واقع، لما يكون عندك مرض مو كويس حالتك النفسيه تكون جدا سيئه، وعشان كده دائما يكونوا في ناس عزيزين عليهم من ناحيه ان هم يشجعوهم بان هم يعني يقدروا على هذا الشيء وان هم يحاولوا يستحملوا على اساس معنوياتهم تكون قويه، وان شاء الله وباراده الله المرض يعني يقدر يشفى منه. وزي ما احنا شايفين شخصيه هانزل اللي شجعها شخصيه مينو لما كان يمسك يدها وكان يبكي وكان يقول لها تشجعي انا دحين بكافح على مرضي وانت كمان خليكي كمان قويه تكافح على مرضك عشان نقدر نسوق الدراجه ونطلع من هذا كله. بعد الشكر والثناء اللي صار من الاب والام لشخصيه مينو نشوف انه شخصيه هانزل كذا جاها علامه تعجب من ناحيه انه هي تبي تعطي مينو هديه ونسيتها، ومباشره تطلع عند الباب على اساس تبي تاخذ الهديه وتنصدم بصاحب مينو وهو كذا شايب اكواب الاندومي، وتطير اكواب الاندومي عند رجول شخصيه مينو، ونفاجئ انه شخصيه مينو قاعد يقول انه الاندومي حار. ها الاندومي حار؟ لا اترك الجوع على جنب، انا عارف انه احنا كلنا جوعين، لكن في حاجه مهمه مره صارت، انه شخصيه مينو والاندومي طاع على رجوله قاعد يقول انه هو حار، معناها انه اخيرا مينو قدر يحس برجوله. وبهذا الخبر المفرح والعظيم وكميه التفاجؤ بانه مينو حس برجوله ينتهي هنا الشابتر، ومباشره نروح عند الشابتر اللي بعده. طبعا زي ما احنا شايفين انه مينو راح عند الدكتور ومعاه اخت يومي وقاعدين يتكلموا على رجوله انه خلاص صار فيها اعصاب نشطه. اعصاب نشطه معناها انه خلاص رجوله بدات تحس، زي ما احنا شفنا في الشابتر الماضي لما جاء خويه وكب الاندومي الحار عليه قال انه الاندومي حرق رجوله، معناها انه رجوله نشطه او خلينا نقول مهي ميته، مهي اعصاب ميته خلاص مشلول وما حيقدر يمشي الابد. لا معناها انه في ايش؟ معناها انه في امل انه مينو يرجع يمشي مره ثانيه. طبعا الدكتوره قالت مينو صح ان انت الحرق اللي حسيته مره طفيف معناها ما كان مره قوي خلاك تترقص او رجولي وما الكلام هذا، لا كان طفيف مره، لكن ان شاء الله لو استمر على تمارين اعاده التاهيل كذا اعصابه حتكون مره نشطه بشكل جدا كبير، فلو انكب عليه ذاك الاندومي مره بيحرقه لانه خلاص حيكون زينا. ارفع رجلك فوق، شقق جميع اوراقها واشرب بها. صح انه الوضع حيطول مره لانه مو في يومين خلاص حتقدر تعرف تمشي، لكن تقدروا تقولوا انه المستقبل يبشر بالخير، لو هو سوى تمارين اعاده التاهيل بشكل جدا مستمر مع توني ستارك الوضع حيكون جدا تمام لمستقبل مينو، وان شاء الله حيكون يقدر يسوق الدراجه مع خويانه. وهذا الشيء مره فرع اخته لانه في امل على انه يمشي، اول هو مره فقد الامل وكلهم فقدوا الامل، وزي ما انتم شايفين مره يعني قاعد تحضن وتقول الحمد لله، وصاحبه كذا قاعد يختلس النظر وقاعد يبكي قاعد يقول اوه الحمد لله ترى هذا بفضلي انا، لو ما كبيت الاندومي ترى والله انت ما كنت بتحس. فعليا يعني هذا الشيء ما نقدر ننكره، اذا هو ما كب الاندومي ما حد كان بيعرف انه هو حيقدر يحس ولا لا. وزي ما انتم شايفين يعني في الشبتة الماضي مره كان محبط البني ادم خلاص يعني فقد الامل. بعدها يومي واللي هي اخت مينو قاعد تتكلم مع مينو بخصوص ان الدكتور حيجيك بعد نص ساعه ولو تبغى اي حاجه قول لي مشروبات ومن الكلام هذا، وهي قاعد تطلع برا مينو قال لها هل انا من جد حامشي مره ثانيه؟ البني ادم فعليا مو مصدق لانه فعليا فقد الياس، واحنا شفنا الشبتة الماضي انه فعليا فقد الياس، انا ما اعرف هو فقد الامل ولا فقد الياس، معلش عندي مصطلحات متضاربه، لكن يعني خلاص البني ادم يعني كان على حديده وما حيصدق انه هو حيمشي. فقامت اخته قالت له ايوه اذا انت اجتهدت بالتمارين حقك اللي هي حقت اعاده التاهيل ان شاء الله حتقدر تمشي في المستقبل القريب. بعدها مينو وهو كذا جالس بينه وبين نفسه وقاعد يتفرج على الهديه اللي اعطت له اياها هانسون اللي هي البنت الصغيره. طبعا الهدية كانت عبارة عن رسمة بتجمعها بينها وبين مينو بانه خلاص قدروا يتغلبوا على العواقب اللي هم كانوا قاعدين يخوضوها في حقهم المرض من ناحية اليأس يعني الاكتئاب اللي كان فيهم، وانه الحمد لله يعني قدروا يعني يتغلبوا على هذا الشيء، هو خلاص يعني عنده مستقبل يعني مبهر بانه هو يقدر يمشي لو سوى تمارين اعادة التأهيل، وهي بحمد الله قدرت تشفي من حقها المرض الخبيث بانه مينو وقف معاها واخيرا تقدر دحين تروح المدرسة وتتقابل مع اصحاب مرة كثير زي ما هي كانت تحب.
فهذه الرسمة مرة معبرة بأنه إحنا الاثنين خلاص قدرنا نتغلب على أمراضنا، وهذا الشيء مينو ما قدر يمسك حزنه ومباشرة قاعدين نشوفه يبكي. أنا كمان حبكي معاكم. بعدها تقول الأحداث إنه شخصية يومي قاعد تتكلم في جروب السوالف هذا اللي يجمع كل أعضاء الفريق اللي حقنا نعرفه. بصراحة الاسم حقة الجروب مرة متعوب عليه وما ألومها الصراحة، بإنه هي قاعد تعطيهم خبر بإنه مينو الحمد لله يقدر يرجع يمشي مرة ثانية. بعدها تقول الأحداث عند المدرسة، تحديدا عند الفصل اللي فيه جاي، وهو كذا جالس قاعد يركز في المذاكرة، وبعدها يقرأ الرسالة بإنه خلاص مينو يقدر يمشي، ويتفاجأ بهذه الرسالة. ما يقول يا أستاذ خليني أمشي، لا، مباشرة يروح يطلع برا عن مينو، لأنه لو أنتم أنتوا عارفين جاي قاعد يلوم نفسه من ناحية أنه لما جاء مينو دفه هو بسبب هذا الشيء يحس أنه اللوم كله له، بأنه هو لو ما دفه مينو ما حيكون في المكان اللي هو فيه حاليا وحيقدر يعرف يمشي. فجاي يحس أنه نص اللوم يقع له بسبب هذا الموضوع، وأول ما سمع أنه خلاص في أمل أن البني آدم يمشي مباشرة حتى ما استأذن من مدرسه راح على طول عند شخصية مينو على أساس يشوف أنه هذا الخبر فعليا صح ولا لا. وزي ما احنا شايفين جاي وهو قاعد ينطلق ويمسك الدراجة ويروح مباشرة، وعلى طول فجأة يقابل شخصية مينو وهي يومي قاعد ايش تدفه بالعربية. فجأة وهم كذا مستغربين، يا بني آدم انت طلعت من حقك الفصل ولا ايش السالفة؟ فقام مينو مرة متعجب يشبك ابن الحلال، ايش هذا التعابير؟ لا تكون تحبني ولا شيء ولا ايه ده ايه ده ايه ده، انت عينك بتلمع عليك، ايه ده انت تحبيني ولا ايه؟ يخرس. لا لا يا ابن الحلال، بني آدم مشبك واحد احلى من مزتي. اصبر اللي قاعد يدفني حبيبتي. الحمد لله اختي اللي قاعد تدفني، نحن في امان. بعدها جاء قاعد يتذكر الذكريات القديمة من ناحية لما مينو صدم، ولما سوى إعادة التأهيل إنه هو قاعد يسوي التمارين مع توني ستارك عشان يقدر يمشي، والحالة النفسية اللي هو كانت فيه من ناحية إنه يشوف خيانه قاعد يتسابق وهو جالس كذا مستقعد ما يسوي أي حاجة. وكل هذه الذكريات الحزينة خلت جاي يقول إنه خلاص أنت فعليا حتمشي. قال مينو إيوه، لو استمرت على العلاج الطبيعي بإنه سوى تمارين إعادة التأهيل إن شاء الله حيكون في مستقبل بإن أنا أمشي. ومباشرة أول ما قال هذه الجملة إنه في فرصة نشوف جاي وهو يعني في بكى جدا شديد من ناحية هذا الخبر السعيد. وبعدين هو قاعد يبكي واخته قاعد تبكي وانا قاعد ابكي. بعدها مينو قاعد يقول لجاي لا تخاف، انا ان شاء الله ما فقدت اليأس، وان شاء الله راح احاول استغل هذه الفرصة بان اسوي تمرين على التأهيل عشان امشي معاكم مرة ثانية. بعدها نشوف ابو مينو وهو قاعد يتفرج على ولده من بعيد وكذا، صاحه ومرة فرحان وبنته قاعد تبكي، فكذا تفرج من بعيد وقاعد يبكي. واتوقع انه الشابتر هذا كله بكاء، يعني فعليا شابتر مليء بالدراما زي ما انا قلت من بداية الشابتر. بعدها تقول الاحداث ونشوف صاحب مينو وهو كذا قاعد يدغدغ رجوله بانه خلاص صار عنده احساس وانا مرة مبسوط من هذا الكلام. وبعدها اجون وهو قاعد يبكي قاعد يقول له ها كيف دحين شعورك لما سد حد تحس برجولك مرة ثانية؟ مينو قاعد يقول له والله بصراحة شعور جدا غريب. وبعدين صاحبه قاعد يقول ايوه الفضل ترى لي انا، لو ما كبيت الاندومي والله حقيقة ما كان بيحس، الفضل كل الاندومي. هيا بنا يا شباب فلناكل الاندومي ثم نرجع نكمل حلقتنا مرة اخرى. عدنا. بعدها زي ما انتم شايفين حبيبة مينو وهي قاعد تحضن، وبعد ما كان هنا انه شيء اللي احسن منها، انا ما اهين احد، لحد يقعد يتفرج علي، انا فقط صورت المشهد بناء على حاسيسه ومشاعره، وانا ما اكذب في المشاهد، اللي شفتوه قاعد اصوره هو اللي هو صار فعليا. صدق والله؟ لا. بعدها نشوف يومي وهي مرة معصبة بانه دوم ما جاء عشان يشاركهم هذه اللحظة اللي مرة مفرحة بانه خلاص يعني مينو يقدر يمشي مرة ثانية. قاعد تقول وانه هذا الحمار، ما هي عارف انه هو دخل عالم الرجال عشان يعلموه علوم الرجاجيل. طبعا للناس اللي مهم عارفينه عشان رشد ذاكرتكم، علاقة يومي مع دوم هي علاقة رومانسية لكن من نوع غريب الصراحة. لا هي علاقة ما هي غريبة بالنسبة لنا، لانه انتو تعرفوا كيف نمط السندرية، البنت اللي تخفي مشاعرها حقيقية داخلها، قاعد تبديها بانه هي مرة معصبة وزعلانة، وزي ما انتو شايفين هي دحين زعلانة من دوم، فهي لا بتحبه داخليا لكن برا زي ما انتو شايفين هذه هي معاملتها معاه. وبعدها تقول الاحداث عند عالم الرجال، تحديدا عن شخصية دوم هو قاعد يتعلم علوم الرجاجيل، ومن هنا ينتهي الشابتر. وبس كذا يا جماعة، شابترين مرة الصراحة تحزن زي ما انتو شايفين مليئة بالدراما، خصوصا الخبر اللي تلقاه مينو بان هو يقدر يمشي مرة ثانية. بصراحة كانت شابترين مليئة بالدراما القوية، وكمان باللحظة المنتظرة بانه حنسمع انه فعليا خلاص حنشوف مينو وهو يمشي مرة ثانية. وبس كذا يا جماعة يكون انتهينا من حلقتنا، لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعل جرس التبع عشان يوصلكم كل جديد، وان شاء الله نشوفكم في حلقة قادمة. سلام عليكم.